لها من زهور جميلة، مبروك، تعال وانظر إليها. إنها رائعة، لكنني أظن بأن الأشجار الطويلة تبدو أجمل. هذا هو الفرق بين الأولاد والبنات. لو كان بإمكاني الطيران كالطيور لكنت وجدت نمور بسرعة ودون تعب. مبروك، أسمع صوت وقواق يصدر من هنا. منذ أن فقد كلبون وببغان يعاني الوحدة. يبدو صوت الوقواق حزيناً، وتقليد ببغان للأصوات يجعلني تعيسة، لا أعرف ماذا أفعل له. تقول الأساطير إن الوقواق كان ملكاً خسر مملكته، لذلك نسمع رنة الأسى في صوته. هل سيشعر نمور بالشوق إلى وطنه إن سمعه أيضاً؟ يطبق الناس أحياناً مشاعرهم على الحيوانات، لكنني أتساءل، هل لدى الحيوانات نفس المشاعر يا ترى؟ أكيد لدى الحيوانات نفس المشاعر، انظري لببغان كم هو تعيس. ربما أنت محق، إنها من ضمن المواضيع التي يدرسها العلماء الآن. لا نعلم إلى ماذا توصلت منظمة الحيوان، من أين أتى نمور يا ترى؟ شريران، لا يجب أن يطول الأمر قبل أن يرحلا. مرت أيام عديدة وأخيراً تمكنا من اللحاق بهما. يجب أن يدفعا ثمن أفعالهما. لكن ماذا علي أن أفعل بعد الانتقام؟ تعود بالطبع لإيجاد والدتك. لكن أين وطني؟ هل ستتعرف علي أمي؟ لا تفكر، سنمسك بالشريرين أولاً. نمور، أشعر بشيء غريب يجري حولنا. أنا متعب جداً. هيا سيلحق بنا النمر الصغير، إن لحق بنا سنعاني الكثير، هيا قبل أن يأتي قواص. يقول الناس إن الصيادين هم أكبر عدو للحيوانات، لكن انظر إلينا. لقد تعلم الصغير الاحتيال من البشر، بالإضافة إلى ذلك الكلب الذي سنعاني منه الكثير، هيا قواص. مهما يكن هم حيوانات ونحن أبطأ منهم، لنفكر بطريقة أخرى. نعم، حتى أذكى الحيوانات أغبى منا، لكن ماذا سنفعل الآن؟ علينا أن نستخدم عقلنا. ماذا تقصد بهذا؟ أنت لا تتمتع بالكثير من الذكاء. لديك رأس كبيرة ولا شيء فيها. أنت لست ذكياً. رأسك فارغة. لست ذكياً. رأسك فارغة. ما هذا الحيوان؟ ما هذا؟ اذهب وألقي نظرة عني. اذهب أنت، انظر. إنه أيل صغير. انظر يا قناص، إنه أصغر أيل في العالم. هذا رائع يا قواص، إنها فرصتنا الثمينة، يجب أن لا نضيعها مهما كانت الظروف. صوب نحوه. ذكي، إنه صغير ولا يتحمل الطلقة، سيموت إن فعلتها. وإذا مات سيصبح بلا قيمة. الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعله هو الربط. ليس لديك سبيل للهرب. هل هما شريران؟ نعم، يبدو أنهما هنا. لما الوضع هادئ هكذا؟ لنذهب ونلقي نظرة. هذا الأيل وحيد هنا. صغير من هذا؟ لنجد الأشرار أولاً. أسرع، لنلحق بالشريرين. لماذا يعترض طريقنا هكذا؟ اذهب للبحث عن أبويك، يوجد أشرار في الغابة. لنذهب وإلا سيبتعد الأشرار كثيراً. ماذا يجري؟ هذا غريب جداً، لما هو هنا ثانية؟ يبدو أنه يريد أن يقودنا إلى مكان ما. هل يمكن أن يكون فخان؟ كلبون، هل سيقوم أيل صغير كهذا بإيذائنا؟ هناك أمر غريب. لنذهب خلفه. أيعقل أن الأشرار أمسكا بأبويه وجاء لطلب المساعدة؟ كل شيء ممكن.
إن النار لن تبعد النمر الصغير. ماذا لو جاء يا قناص؟ أنا أشعل النار لجذبه إلى هنا. ماذا تقول؟ ماذا؟ أعتقد أنه يقف في طريقنا، لا نعلم أين هو، بينما هو يعلم مكاننا، لذلك يمكنه أن يهاجمنا في أي وقت. كيف نتعامل معه؟ أنت تخافه كثيرا، يمكن الاستفادة من طرق صيد الحيوانات التي تعلمناها من قبل أجدادنا. أنت محق. لنبدأ الآن. بعد أن ينتهي الأمر يمكننا الاستمتاع بوجبة جيدة. أوقف هذه الأحلام، يجب أن نحصل على الفرائس. ماذا هناك؟ لقد تأخرنا كثيرا وكعادتنا. إنها ليست غلطتي يا قناص، حتى أنت لم تصب الهدف. لابد أن هناك وحوشا قادمة. أمسك البندقية. الوضع رهيب. هذا غريب، ما الذي أخافهم هكذا؟ لحسن الحظ أننا لم نصبهم، لو أصيبوا لكنا قد متنا. هل يمكن أن يكون النمر الصغير ومن أخافهم؟ النمر؟ لا يمكن أن يكون نمراً. هل النمر الصغير أصبح شبحاً يخيف الحيوانات؟ هراء، كيف توجد أشباح في هذه الغابة؟ إذن عفريت، ماذا سنفعل يا قناص؟ أخبرني. لابد أنه قد أخافك كثيراً، ألم تره يرتعش أيضاً يا ذكي؟ إنه يركض نحونا. أمسك به قواص، هيا. أمسك به. لقد أمسكنا به. لقد أمسكته أولا، لذلك سأحصل على حصة أكبر من المال. لقد ساهمنا معا، وعلينا أن نتقاسم المال بالتساوي. أنا الأكبر وهذا حقي. قناص، أنا أخوك الأصغر وعليك أن تعتني بي. أشم رائحة غريبة، ما هذه الرائحة؟ هذه رائحة مألوفة لي. أنا من الصغير. كلبون كلبون، أطلق عليه قواص. كلبون كلبون كلبون، أين أنت؟ كلبون، أنت بخير؟ أنا مور. لا بأس، سيستيقظ قريبا. أيها الصغير، كف عن التنقل هكذا، سيمسك بك الأشرار. لا تقلق، سأساعدك. انتظر، سأوصلك إلى البيت. إنه حظ سيء، فقدنا النمر وكذلك الحقائب والطلقات، حظ سيء. لا يهم، سنعود إلى هناك لاحقا وربما نتمكن من استعادة كل شيء، الحقائب والنمر. هذا هراء، هل سينتظرك النمر هنا لتمسك به؟ يا لك من صياد مسكين. إن الهراء صادر منك أنت، هل نسيت ما قمت به قبل قليل؟ نعم، كدت أنسى ذلك بالفعل. إن
إنه نوم سيء حقاً. لقد أصابك الأشرار بإبرة المخدر. الأشرار؟ أين هم؟ لا أعرف، لقد هربا. لما لم تلحق بهما؟ أصابك وخشيت أن تتعرض للخطر. تعال لنختبئ، إنها تمطر. إن المطر يزيل الرائحة. لنذهب للبحث عن الأشرار، لابد أنهما لم يبتعدا يا نمور. هل أنت بخير؟ لا بأس، علينا أن نستريح قليلا. لنلحق بهما يا نمور قبل أن يضيع أثرهما. هيا. لنتحرك، لقد توقف المطر كلبون. لم تبكي؟ كلبون، هل تفتقد الفتى والفتاة؟ أنا أفتقدهما فعلاً، لكنني لا أبكي لهذا السبب. إذا لماذا تبكي؟ ما بك كلبون؟ نحن في الاتجاه الخاطئ. هذه هي النار التي تركها الأشرار، لقد عدنا إلى نفس المكان. هذا يحدث دائماً. لابد أنهما ابتعدا. لا تقلق، انظر كلبون. لماذا عاد ثانية؟ إنه غريب فعلاً، سيهرب إن رآنا. هاي، مرحباً. لا تخف. توقف، توقف. كيف حاله الآن؟ غريب فعلاً، يخافنا ولكنه يركض أمامنا دائماً. هل يريدنا أن نتبعه؟ محق، إن الحيوانات البرية غريبة دائماً. البشر غريبون أيضاً، البعض يحاول الإمساك بنا والآخر يريد حمايتنا. ماذا؟ ما بك كلبون؟ ألم ترى بنفسك المشاكل التي مررنا بها سوياً؟ نمور، قل لي، هل سيعود الأشرار إلى هنا أم ماذا؟ لا أعتقد، وفقاً للطريقة التي هربا بها لن يجرؤا على العودة إلى هنا. سيعودون. لماذا؟ لن يذهبوا قبل أخذ الأشياء التي تركوها بجانب النهر. أنت محق، يجب أن يكونوا قريبين من هذا المكان. عندما أراهم سوف أضربهم. سنتعرض للخطر إن عدنا الآن. سيكون الأخطر ألا نعود. كل ما نحتاجه داخل الحقيبة يا قواص. لن نتمكن من العيش في الغابة بدون تلك الأشياء. لكنني لازلت أشعر بالقلق. هل تعاني من شيء في عقلك؟ بالطبع لا. إذن اسمع، منذ بدأنا في هذه المهمة وأنا يراودني الصداع. إذن لماذا ورطتني في هذا ما دمت لست صيادا ذا خبرة كافية؟ لماذا؟ نحن إخوة، يجب أن نتعاون في السراء والضراء. هيا. انظر. ذلك صغير. نحن محظوظان جدا. سوف نقاوم هذه المرة. لست قلقا، لقد رأيته أولا، لذلك فإن الحصة الأكبر لي. هراء، لو لم أصر على العودة لما كنت ستجده وحدك. لنوقف هذا الجدل قبل أن يهرب. أنت محق، من يصل له هناك أولا فليأخذه. انتظرني. أنا من أمسكته أولا. حصتي أكبر. حصتي. يجب أن أخذ أكثر. قلت حصتي. بل أنا. بل أنا. بل أنا. بل أنا. أنا. أه؟
كلبون، أنت تعرف الكثير حقاً عن البشر، لقد خدعناهما. لن يفوتا الفرصة إن شاهدانا. كيف تجرؤان على انتظارنا هنا؟ لا، لقد أوقعا بنا. هذا غريب جداً، لما لا يطلقان النار علينا؟ لما؟ نفذت الطلقات من البندقية، إن هاجمنا لن يكون لنا مجال للهرب. هناك خطأ. أمسك البندقية لإخافتهما، سأحضر طلقات. أنت ابقى هنا وسأذهب أنا. اصبر، لا تتركني، لا تتركني. هيا، هذا ظلم. احمل البنادق، أخفهما بها. هيا. الحيوانات تبقى حيوانات مهما حصل. هذه حقيبتنا، اذهب أنت إلى الفخ وسأذهب لإحضارها. حسنا. هذه هي، خذ. غواص، ابتعد عن طريقه. ما هذا؟ نجحنا. كلبون، كلبون. سنحصل على ثروة كبيرة. لن يستطيع الخروج من هنا. انظر كيف أتى إلى هنا. يجب أن نمسك هذا الأيل الصغير. لنمسك به، هيا. نعم، إنه يعد مكافأة لنا. من يمسكه أولا يحصل على مال أكثر. أين ذهب ذلك الأيل الصغير؟ إنها غلطتي، لو لم أكن متهورا لما وقعت في الفخ. حياة السيرك تعيسة جدا. ها؟ لا، لن أعود إلى القفص، لا أريد أن يشاهدني الناس كتلك النمور المحبوسة. البشر لا يهتمون إلا باللحم والشواء، أما نحن الحيوانات فلا يهتمون بنا أبدا. الوقت متأخر لنخيم هنا. برأي انتصار، لنبتعد قليلاً بحيث نقترب من نمور. حسناً يا مبروك، لكن هل نحن في الاتجاه الصحيح يا ترى؟ سأبحث في كل الغابة كي أجد نمور وأمسك بالشريرين. لابد أننا تهنا في أعماق الغابة الكبيرة، ما العمل الآن يا قواص؟ أين اختفى ذلك العيل الصغير؟ مبروك، أين أنت؟ تعال وأنقذنا. مبروك، مبروك. لقد نجحت يا نمور. كلبون، أمسك بذيلي وسأسحبك للخارج. مؤلم. مرحبا بكما. أهلا، أهلا. اعتقدت أنك أيل صغير، كيف يمكن أن يوجد أيل أصغر منك؟ أنا صغير بالنسبة لحجمي، نحن الأيائل الصغيرة أصغر مخلوقات الغابة، لكنني أكبر منك سناً، لقد ولد ابن اليوم، وأنتما قمتما بإنقاذه. يا له من صغير ورائع. عندما ولد طفل اليوم ووجدتكما والأشرار، لم أستطع أن أفعل شيئاً سوى أن أقودكم إلى مكان آخر لحماية طفلي وزوجتي. كنت أتعجب من عودتك مراراً وتكراراً. نحن الأضعف في الغابة، والاختباء هو طريقتنا الوحيدة للتعامل مع الأعداء. لماذا عدت ثانية إذن؟ لقد رأيتكما تقعان في الفخ، ولذلك قدتهما إلى أعماق الغابة. تعال بني، اشكرهما. هيا. شكراً جزيلاً لكما.